تتبعنا عن كثب وعن قرب وبشكل دقيق المجريات ديال الأحداث، الحدث الأليم والفجعة الكبرى ديال يوم 29 غشت الماضي ديال السعيدية، واللي ذهب ضحيتها شابين توفي على الفور أو اللي قتل على الفور بالرصاص بعد ما تاهوا في عرض البحر واجتازوا الحدود بدون قصد، الحدود المغربية الجزائرية، وبالتالي تم إطلاق الرصاص عليهم، ومما أدى إلى وفاة اثنين. إذن واحد تم الدفن دياله، كانت الجثة دياله مشات للمياه الإقليمية المغربية وأودع في المستشفى دراق، وبعد ذلك وري جثمانه تراب في المنطقة ديال بني درار. الثاني بطبيعة الحال تم انتشال الجثة دياله في التراب الجزائري وأودع بمستشفى مستغانم. إذن تتبعنا على الأطوار ديال الحديث، ماذا وقع، كيف تصرفت العائلة، كيف تصرفت وسائل الإعلام، وبقينا على مستوى الجمعية. طبيعة الحال لم نصدر أي موقف، ما عدا أننا كنا في تواصل منذ البداية مع العائلة، وخاصة العائلة اللي كانت الجثة ديالها متواجدة بالجزائر. وفي هذا الإطار هذا بعد أفراد العائلة نصحناهم أو لا رشدناهم وفق كما كان رشدوا العائلات ديال الغرقى المغاربة بالتراب الجزائري الذين يتوفون في التراب الجزائري. إذن في هذا الإطار هذا في التواصل ديالنا مع العائلة، فكان عندنا ثلاثة ديال الخيارات أو ثلاثة ديال الأمور اللي كنا نبهنا لها اللي خصها الدار. أولا يجب العلم بأنه الجثة ديال مشاور رحمه الله، هاد الجثة أودعت بالمستشفى بشكل مجهول، يعني جثة مجهولة الهوية. وبالتالي كانوا ثلاثة ديال الخيارات اللي اعطناها العائلة أنها تختار منها الحل المناسب. الخيار الأول، ولكن لماذا هذه الخيارات؟ أول الخيار من أجل تحديد هوية المتوفى، باعتبار أن المتوفى دخل المستشفى بهوية مجهولة، وبالتالي كان عليهم الخيارات الثلاث. الخيار الأول هو أنه أن يتم أحد أفراد العائلة المتواجدين، لأن العائلة كاين بزاف ديال العائلات في الشرق اللي عندهم عائلات بالجزائر، وبالتالي أن يقوم أن يتم بعث له جميع الوثائق المتعلقة بالمتوفى، سواء بطاقة التعريف ديال الأب وبطاقة التعريف دياله وشهادة الازدياد وأيضا نسخة كاملة، وبالتالي يتم تحديد الهوية دياله على مستوى المستشفى بالتعرف على الهوية وتحديد الهوية ديالو واستبدال الوثائق، لأن الوثائق اللي كاينة في المستشفى هي وثائق ديال مجهول الهوية. هذا الخيار الأول. الخيار الثاني هو أن يتم تنقل أحد أفراد العائلة إلى الجزائر، وبالتالي يتم تحديد الهوية ديالو انطلاقا من بروكيراسيون، يعني وكالة، وبالتالي يقوم بهذا الإجراء. أو اقترحنا عليهم حل اللي هو أنسب وهو سهل وهو غير مكلف، لأنه احنا في تجربتنا مع مجموعة ديال الجزائريين ومجموعة ديال المغاربة المقيمين أو المتزوجين بشكل مختلط يساعدوننا في هذه المهام بشكل تطوعي، وبالتالي تعطى له وكالة ترسل له عن طريق البريد أو ترسل له عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق الإيميل، وبالتالي يقوم بهذه المهمة هذا بعد ما إذن. هادو هما الخيارات التربية. أولا خص تحديد الهوية ديال المتوفى. ثانيا نمشيو للإجراءات القضائية، بمعنى أنه السيد اللي غادي تكون عنده الوكالة غادي يتصل بالوكيل ديال الجمهورية بمستغانم أو بالمنطقة اللي فيها اللي تابعة لها وغالبا مستغانم، من أجل الإجراءات ما يسمى بالإجراءات ديال نقل الجثة. بعد ذلك تبدي الإجراء الثالث، وهو الإجراء الإداري لنقل الجثة عمليا من المستشفى نحو الحدود المغربية الجزائرية العقيد لطفي جوج بغال. إذن هذو هما الإجراءات اللي غادي يدارهم. بعد ذلك يتم دفن هذا المتوفى بكرامة، وأنا ذاك لكل حديث حديث. والحاجة اللي مهمة أولا عندما يتم تسليم الجثة، لابد أن العائلة تستلم تشريح طبي، وهذا شيء مهم جدا أن التشريح الطبي
خصنا نعرفوا سبب الوفاة والتشريح الطبي أن يكون منه، وأن لا يتم إرغام العائلة على إمضاء أي حاجة من غير تشريح طبي اللي يكون موضوعي، بناء على لأنه تقر وزارة الدفاع الجزائرية بأنه تم الإطلاق الرصاص عليهم وأنه أرضي قتيل بالرصاص، وبالتالي فيجب أن يكون التشريح الطبي يتضمن هذه المعطيات هذه لأنها معطيات جد مهمة. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.